انسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي الطلبة في حصة جديدة من حصص المجال الأول اللي هو الكيمياء العضوية. هذه الحصة الثانية في الجانب العملي. قمنا في الحصة الأولى بتحضير بروم الإيثيل، أما هذه الحصة الثانية وهي تحضير حمض البنزويك مخبريا. نتمنى تكون الحصة الأولى لتحضير بروم إيثيل كانت مفهومة، وبدينا نقص لكم الغموض اللي كان عندكم. إن شاء الله في هذه الحصة راح تكون هناك نزيدوا نعطيكم طرق كيفاش أو طريقة كيفاش نحسبوا المردود. معناها هذه التجربة الأولى قد تكون كامل متشابهين، إذا راح تكون عندكم فكرة حول الجانب العملي اللي دائما تخافوا منه. عملي نخافوا منه، ان شاء الله نحلكم هذا الالتباس. تابعوا معنا الى اخر الحصه. اول شيء حبيت نقدم لكم وضعيه مشكله، كيف يمكن حفظ المواد الغذائيه لاطول مده دون ان تفسد؟ احنا نعرف اننا في المنزل او نتعامل مع مواد غذائيه، المصبرات او أي مادة غذائية، مشروبات غازية، أو كيفاش نعمل على حفظها دون أن تفسد؟ يا هل ترى نضيف لها مواد كيميائية لحفظها لمنع فسادها، أو نحفظها مباشرة؟ خلاص، هذا الدرس راح نقوم بمثلا معرفة أو قيام بعمل اللي هو تحضير مادة حمض البنزويك. وهذه مادة حمض البنزويك هي عبارة عن مادة حافظة موجودة في المواد الغذائية، خاصة في المشروبات الغازية، تلقوها على شكل رموز. دوك الآن راح نعطيكم هذيك الرموز. هذه المادة الحافظة تمنع فساد أو إتلاف أو تعفن المواد الغذائية، وتلقوها باسم مواد حافظة بين قوسين E210 E211 على شكل رموز. هذا الرموز ويقول لك مواد حافظة، لكن في نفس الوقت هذه المواد الحافظة هي مضرة بالصحة، لازم تعرفوا هذا الشيء. تمهيد، يتم الحصول على حمض البنزويك انطلاقا من عدة طرق، من بينها اللي نعرفها هي أكسدة المركبات الأروماتية التي تحتوي على سلاسل جانبية. هذه شفناها في درس المركبات الأروماتية، لما كانت عندنا سلسلة جانبية، مثلا نشوف لكم مثال، يكون عندكم سلسلة جانبية أو حلقة بنزن مربوطة بها سلسلة جانبية معناها CH3 كمثال، بوجود مؤكسد قوي اللي هو حمض كأمآن أوكات وحمض الكبريت المركز، واش تعطي لك؟ رايحة هذه الوظيفة CH3 رايحة تتأكسد وتعطي لك وظيفة حمضية، وظيفة حمضية من الشكل، نكتبوها بلون مغاير، من الشكل COOH زائد مهمنيش الماء ولا CO2 إلى آخره. هذا هو عبارة عن ماذا؟ عن حمض البنزويك. حتى وتكون السلسلة، وهذه شفناها في الدرس، تكون السلسلة طويلة CH2 CH2 CH3، قلنا هذه رح يكامل تتأكسد، وش يحدث؟ تتكسر الرابطة هنا، هذه بين الكربون رقم واحد والكربون رقم اثنين، وش يعطي لك؟ بوجود نفس المؤكسدات تعطي لك وظيفة ماذا؟ حمضية في الكربون المتصل بماذا؟ بالسلسلة بالحلقة، الكربون المتصل بالحلقة الأروماتية زائد CO2 زائد الماء، مهمش المهم. هذا هو ماذا؟ هذا هو حمض
البنزويك. واضح؟ إذن حصلنا على حمض البنزويك انطلاقا ماذا؟ من أكسدة المركبات الأروماتية التي تحتوي سلاسل جانبية. صيغته من الشكل، هذه هي صيغة حمض البنزويك اللي هي مادة حافظة. الهدف من التجربة وهو تحضير مادة حافظة اللي هي قلنا اسمها حمض البنزويك، وذلك بأكسدة الكحول البنزيل اللي هو C6H5CH2OH في وسط قاعدي. واليوم إن شاء الله نعلمكم كيفاش تكتبوا معادلة الأكسدة والإرجاع، أو المعادلتين النصفيتين الأكسدة والإرجاع في وسط قاعدي والمعادلة الإجمالية لما تحفظوها. خلاص؟ هناك ملاحظة، حمض البنزويك هذا يكون على شكل بلورات بيضاء، على شكل بلورات بيضاء مثل كما نقولوا السكر أو الملح إلى آخره. درجة الانصهار تاعه اللي هي 122 درجة، لا ينحل في الماء وإنما هي قليل الانحلال في الماء إلى آخره من المعلومات. الآن مبدأ التجربة. حمض البنزويك هي مادة حافظة رمزها التجاري E210، وهنا قلنا عدة رموز. توجد على شكل بلورات بيضاء اللون، كتلته المولية هي 122 جرام على المول، درجة انصهاره 122 درجة كما كنا نتكلمه، قليل الانحلال في الماء. يحضر حمض البنزويك بأكسدة الكحول البنزيني في وجود ماذا؟ وسط قوي اللي هو ماذا؟ الكامانوكات. وبفائض منين؟ وبفائض منين؟ من الكامانوكات، وهذا في وسط قاعدي أساسي. أين يتشكل راسب شنو؟ بني. منين؟ من الأم آن أود اللي هو ثاني أكسيد المنغنيز، ومحلول مائي من أيون البنزوات. الآن رح نتعلم كتابة معادلة الأكسدة والإرجاء في وسط قاعدي. قلنا نكتب المعادلة النصفية للأكسدة والإرجاء، ثم المعادلة النصفية للأكسدة، ثم المعادلة النصفية للإرجاء، ثم نكتب المعادلة الإجمالية. الآن تبعوا معايا مليح كيفاش رح نوزن المعادلة. قلنا أول شيء عندنا المعادلة النصفية لتفاعل الأكسدة، وشكون اللي يحدث له الأكسدة؟ وهو الكحول البنزيني. صيغة الكحول البنزيني هو من الشكل C6H5CH2OH. كي يتأكسد قلنا يعطيك شاردة البنزوات اللي هي C6H5COO ناقص. شوفوا الآن راح نبدأ نوازن، أنا نوازنها كأنها في وسط حمضي. تبعوا معايا، راني راح نوازنها كأنها في وسط حمضي، بعد ذلك نرجعها إلى الوسط القاعدي. تبعوا مليح، تبعوا معايا مليح. أول شيء نوازنوا الأكسجين. راكم تشوفوا هنا الأكسجين، عندكم هنا اثنين أكسجين، بصح أنا عندي واحدة. باش نوازنوا الأكسجين نوازنوها بإضافة وشنو؟ جزيئة ماء. معناها راح نضيفوا في الطرف الأول، دوكا كل ما نضيف نديرها بلون مغاير، معناها نزيدوا وشنو؟ نزيدوا H2O. راكم معايا H2O. كي نضيف منا H2O دوك لازم واش ندير؟ لازم نحسب شحال عندي ماذا؟ هيدروجين. نوزنها باش بالبروتونات، نشوف شحال عندي هيدروجين في المتفاعلات وشحال عندي هيدروجين في النواتج. في المتفاعلات هنا عندي 5، وهنا يا زوج ولات 7، وهذه ولات 8، وهذو الزوج شحال ولات لي 10. نعاود، عندي 2 وهذه 3، وهذو الزوج ولات 5 والخمسة 10. في الطرف الثاني هنا عندي 5 فقط، معناها واش يخص؟ منا عندي عشرة هيدروجين. في الطرف الثاني عندي 5 هيدروجين، واش نزيدوا لها؟ صافي نزيدوا لها 5H+. هاني وزنتها كأنها فاش؟ في وسط حمضي. الآن نوازنوا الشحنة.
الشحنة في المتفاعلات شحال عندي؟ عندك هنايا صفر، ما عندي والو. في النواتج هنا عندي ناقص واحد وزيد خمسة، زيد خمسة والناقص واحد شحال ولات؟ ولات لي زائد أربعة. ولات لي شحال؟ عندك هنايا زائد أربعة، بصح زائد أربعة. بصح في المتفاعلات شحال عندي؟ عندي صفر. باش نوزنه واش نديرو؟ نديرو زائد أربعة إلكترونات، زائد أربعة إلكترونات. علاش؟ عندك زيد ربعة ونقصوا لها أربعة شحال تولي؟ تولي لك صفر. في النواة المتفاعلة شحال عندك؟ عندك صفر. راهي موازنة ولا ماشي موازنة؟ راهي موازنة شحانية. دوك واش بقات لي؟ دوك لازم نتخلصوا من البروتون، نتخلصوا من هذه، نقلبوها في الوسط. ماذا؟ في الوسط القاعدي. باش نقلبوها في الوسط القاعدي لازم نزيدوا هنايا 5 او اش ناقص، ونضيفوا في المتفاعلات 5 او اش ناقص. راكم معايا ولا ما كنتمش معايا؟ راكم معايا. تعرفوا باللي اش بلس او اش موا هي عباره عن اش 2 او، ولا لا؟ لا، هي عباره عن اش 2 او. اذا هذه باش نرجعوها، هذه 5 اش بلس و5 او اش موا، نرجعوها الى ماذا؟ نرجعوها الى ما. واش نديرو؟ واش نديرو؟ معناها تولي عندك 5 اش 2 او، 5 في 2 10 اللي هي الهيدروجين، و5 اكسجين نتاكدوا منهم، 5 اكسجين و5 في 5 في هيدروجين وزيد لها 5 هيدروجين شحال ولات؟ ولات لي 10 نتاعي. اذا نحذفوا حنا هذه، نحذفوا هذه 5 اش بلس و5 او اش موا، واش نديروها؟ نكتبوها 5 اش 2 او. راكم معايا؟ الان راكم تشوفوا باللي هنا عندكم جزء 5 جزيئات ماء، وهنا عندي جزيء ماء، معناها نختزلوا وحده ونختزلوا منها منا وحده، شحال تبقى لي هنايا؟ تبقى لي 4. معناها كي نحذفوا هنايا هذه الخمسة تولي عندك ماذا؟ تولي عندك أربع جزيئات ماء. وهذه واش نديروا لها؟ تروح كامل، تولي عندك هنا مباشرة زائد خمسة. كي نحذفوا هذيك العمل كامل، شوفوا نتأكدوا منها، نتأكدوا منها. خمسة هيدرو أكسجين والواحد هنايا ستة، أربعة أكسجين وزوج هنا أكسجين، شي ولات ستة؟ ستة. الهيدروجين أربعة في اثنين ثمانية، وهذه الخمسة شحال ولات؟ 13. هنا شحال عندنا؟ ثمانية والخمسة شحال؟ 13. شو حاليا؟ نوازنوها ولا ما نوازنوهاش؟ ناقص واحد وناقص ربعة ناقص خمسة، خمسة في ناقص واحد ناقص خمسة. هذه هي المعادلة النصفية لتفاعل الأكسدة، ونعرف الأكسدة هو فقدان للإلكترونات. تبعوا معايا دوك الآن، شوفوا تفاعل الإرجاع بنفس الطريقة. كي تفهموا هذه تفاعل الإرجاع راح تجيكم بنفس الطريقة. طلعوا هذه شوية بتجينا سهلا بعد. الآن وش حدث؟ تفاعل إرجاع لمن؟ للآن آن. وش كان عندنا؟ كان عندنا أم آن او 4 ناقص، واش تولي عندك؟ تولي عندك ام ان او 2، ام ان او 2. واضح؟ هيا الان نشوفوا واش عندي اكسجين واش عندي ماذا في الطرف المتفاعلات وفي النواتج. نشوفوا هنا عندك 4 اكسجين وهنا عندك 2 اكسجين، باش نوزنوها نزيدوا لها 2 اش 2. معناها واش ولات؟ 2 اكسجين و2 اكسجين 4، وهنا اكسجين والربعه وهنا 4 اكسجين متوازنه اكسجين. الهيدروجين هنا عندك 2 في 2 4، في المتفاعلات ما عندي ولا هيدروجين. قلنا باش نوزنوها؟ نوزنوها كانها في وسط حمض، نضيف لها ماذا؟ نضيف لها 4 اش بلس، 4 اش بلس. اي الان دوك واش نديرو؟ دوك نشوفوا الشحن، الشحن في النواتج واش عندك؟ هنا صفر وهنا يا صفر، معناها عندي صفر شحنه، صفر الكترون. نشوفوا في المتفاعلات، عندك هنا ناقص واحد
وهنا ربعة في زيد، ربعة زيد معناها ربعة زيد والناقص شحال ولات؟ ولات لك زيد ثلاثة، معناها وش عندي؟ عندي زيد ثلاثة. باش نوزنوها وش نديرو؟ صافي لازم نزيدو لها ثلاثة إلكترونات، ثلاث إلكترونات. هنا دوك ولا هاي ولات متوازنة، متوازنة. أيا الآن دوك وش نديرو؟ دوك لازم نتخلصوا من منين؟ من الاش بلوس سالي. واش نقلبوها؟ نقلبوها وسط قاعدي. واش نديرو؟ نضيفوا هنايا نفس البروتونات ربعه، نضيفوا ربعه واش ناقص. واش نضيفوا في نضيفوا في الطرف الثاني؟ زائد ربعه واش، عفوا واش ناقص. قلنا نضيفوا نفس العدد تاع البروتونات، نضيفوها هيدروكسيد. خلاص؟ كي قلنا 4H بلوس و 4H ناقص هي عبارة عن 4 جزيئات ماء، معناها نحذف هذه واش تولي عندك؟ تولي عندك 4H 2O. واضح؟ ما كاش حتى مشكل. راكم تشوفوا باللي هنا عندكم 4H 2O وهنا 2H 2O، معناها نقدروا نختزلوا جزيئتي ما مع هذاك. واش تولي عندكم؟ تولي عندكم هنا غير اثنين فقط، اثنين فقط تولي عندكم اثنين اش توزو، وهذه كامل تروح، معناها احنا نحذفوا هذه ونديروا هنا يا الزائد، ونحذفوا هذه كذلك ونديروها اثنين اش توزو. نورمالمون الان راهي المعادلة متوازنة، راهي المعادلة متوازنة. نتأكدوا منها؟ نتأكدوا منها. شوفوا الآن، خلينا من الآن آن والآن آن الأو، هنا عندك ربعة وهنا يا اثنين، شحال ولات؟ ستة. هنا يا اثنين وهنا يا ربعة ولات ستة. الهيدروجين اثنين في اثنين ربعة، وهنا يا ربعة متوازنة. الشحن هنا عندك ناقص ربعة، هنا عندك ناقص ثلاثة وناقص واحد، شحال ولات؟ ناقص ربعة. متهنيين منها؟ متهنيين منها. واش بقاتنا الآن؟ دوك نديرو المعادلة الإجمالية. راكم تشوفوا باللي هنايا لازم تخلصوا منين؟ تخلصوا من الإلكترونات. هنا عندك ثلاث إلكترونات وهنا عندك أربع ماذا؟ إلكترونات. ثلاث إلكترونات، أربع إلكترونات. باش تخلصوا منهم المضاعف المشترك بيناتهم الأصغر هو 12. معناها المعادلة الأولى تضرب في ثلاثة كامل، والمعادلة الثانية نضربها فاش؟ في أربعة. واش تولي عندي المعادلة؟ خليني دوك نخدمهم. تولي عندي المعادلة بهذا الشكل. أيوا دوك لازم نعاودو نكتبوها أحسن. تولي عندك الأولى نضربه في ثلاثة، تولي عندك باش تكتبو مليح، عفوا أيوا، ثلاثة سي ستة أش خمسة سي أش اثنين أو أش، زائد ثلاثة في الخمسة خمسطاش أو أش ناقص. واش تعطي لك؟ تعطي لك ثلاثة سي ستة اش خمسة سي او او ناقص، زائد ماذا؟ ثلاثة في ربعة اثناش اش دوزو، زائد ثلاثة في ربعة اثناش الكترون. المعادلة الثانية، هذه المعادلة الأولى، هذه وحدة. المعادلة الثانية نهبطوا هذه، واش تولي؟ كي نضربوا هنايا ربعة في ام ان تولي عندك ربعة ام ان او ربعة ناقص، زائد ثمانية عفوا ثمانية في اش دوزو، زائد ربعة في ثلاثة اثناش الكترون. واش تعطي لك؟ ربعة الام ان او دو، زائد شحال؟ ربعة في ربعة ستاش او اش ناقص. هذه المعادلة رقم واحد، وهذه المعادلة رقم اثنين. الآن وش نديرو؟ نجمعو طرف
لطرف باش نلقاو المعادله الاجماليه. الان شوف راكم تشوفوا هنايا 12 الكترون وهنا عندكم 12 الكترون، معناها هذه مع هذه يختزل. اول شيء نكتبوا هذو الاساسيين، هذه 3 6 سي 6 اش 5 سي اش 2 او اش، نكتبوا الام ان في الطرف متفاعل في النواتج، بعد ذلك يجينا كل شيء سهل. معناها المعادلة النهائية هي 3 سي 6 اش 5 سي اش 2 او اش زائد 4 ام ان او 4 ناقص. ايوه راكم تشوفوا باللي هنايا عندكم 15 او اش ناقص وعندكم في الطرف الثاني 16، معناها تروح لنا هذه مع هذه، تروح تبقى لكم واحد في الطرف الثاني، تبقى لنا وشنو؟ تبقى لنا واحد في الطرف الثاني. نديروا خط هنايا، ايوه معناها يبقى لكم او اش ناقص هنايا، تبقى لكم هنايا او اش ناقص وحده برك. راكم تشوفوا باللي عندكم الماء 8 وهنايا 12، معناها شحال تبقى لكم؟ تبقى لكم 4 في الطرف الثاني. خلاص تهنينا من الماء، تهني من الالكترونات. واش بقى لي في المتفاعلات؟ ما بقى لي ولا شيء نورمال، ما بقى لي ولا شيء. خلاص معناها نسقموا هنا عندنا هذه خلاص صافي. واش عندنا؟ تبقى لك هنا يا 3 او 4 ام ان او 2 زائد او اش ناقص زائد 4 اش 2 او زائد ماذا؟ زائد 3 سي 6 اش 5 سي او او ناقص. هذه هي المعادلة الإجمالية، هذه هي المعادلة الإجمالية. حفظتوها؟ والله فهمتوها؟ إذا حفظتوها ما درت والو معاكم، إذا فهمتها الحمد لله يا رب. سننسقمو هنا يا ربعة مليح. خلاص ماناش خاطئين، نورمالمون ماناش خاطئين. في المتفاعلات ما بقالنا ولا شيء، في النواتج بقاو لنا هذو، نتأكدوا منهم نتأكدوا منهم، أيا نتأكدوا ماشي مشكل. نشوفوا الأكسجين فقط. ثلاثة في الأو، عندك ثلاثة أكسجين. وربعة في ربعة 16، معناها 3 و 16 شحال؟ 19. نشوفوا في الطرف الثاني، عندك هنايا الزوج في 3 ولات عندك 6 والربعة ولات عندك 10 وهذه شحال ولات؟ 11 وربعة في 2 8، 8 و 11 19 بالضبط. خلاص المعادلة متوازنة، هذه المعادلة النسبية للتفاعل الأكسدة والإرجاء، عاودوهم بلا عقل. دوك الان راح نشوفوا كيفاش نديروا عمليه ارجاع الفائض، منين؟ من الام ان. قلنا باضافه ماذا؟ الكحول الايثيلي، نفس الطريقه بنفس الطريقه. شوفوا معنا الان راح نكتبوا معادله ارجاع الفائض من الكامانوكات باستعمال الكحول الايثيلي في وسط قاعدي، معناها بنفس مراحل اللي قمنا بها في معادلة التفاعل النسبي الأكسدة للإرجاع في البداية نفس الشيء الآن، فقط هنا نستعمل الكحول الإيثيلي. في البداية نستعمل الكحول البنزيني اللي هو CH3 CH2 OH، كي تتأكسد تعطي لك CH3 CO O ناقص، شاردة الكحول الإيثيلي. الآن نبداو نوازنو كما كنا نوازنو في البدايه. الان عندك الهيدروجين هنا 3 و2 5 والواحد 6، عفوا من وزن الاكسجين، عفوا الاكسجين هنا عندك زوج اكسجين، هنا عندك واحد. صافي واش نديرو؟ راح نضيفو اش 2 او. كي نوازنو اش 2 او دوك الان نوازنو الهيدروجين، الهيدروجين هنا كانوا عندك 6 والزوج هنايا شحال ولات؟ ولات 7، بصح هنا عندك شحال؟ 3. شحال نضيفو؟ شحال نضيفو الهيدروجين؟ هنا عندك قلنا 3
والزوج 5 6 7 8 عفوا 8 وهنا عندك 3 شحال نضيفوا؟ نضيفوا 5 اش بلس 5 اش بلس. الان الهيدروجين متوازن والاكسجين متوازن. الان دوك الان نشوفوا الشحنه، هنا عندك ناقص 1 راكم تشوفوا فيها راهي الناقص هذه، ها هي نكتبها باللون مغاير، ها هنا الناقص، وهنا عندك زائد في 5 معناها زائد 5 وناقص 1 شحال ولات؟ ولات 4 معناها زائد 4. بصح حنا في المتفاعلات راه عندكم هنايا الشحنه صفر، الشحنه هنا صفر وهنا عندكم شحال؟ زائد 4. باش نتخلصوا منها واش نضيفوا؟ نضيفوا لها ناقص 4 معناها ناقص 4 الكترونات. هنا دوك راه الان شحنيا متوازنه، بصح دوك راهي في الوسط، ماذا في الوسط الحمضي؟ حنا قلنا ماذا؟ في وسط قاعدي. واش نديروا؟ معناها كيما ضفنا 5 اش بلس نضيفوا 5 و اش ناقص نفسها، نزيدوا لها في المتفاعلات وفي النواتج، معناها نزيدوا هنايا 5 و اش ناقص. راكم معايا؟ الان كيما نعرفوا باللي 5 اش بلس زائد 5 و اش ناقص واش يساوي لك؟ يساوي لك 5 اش 2 او 5 جزيئات ماء. معناها واش نديروا؟ راح نحذفوا هذه كامل، عفوا نحذفوا هذه كامل اش بلس وكذا الى اخره، واش تولي عندكم؟ تولي عندك زائد ماذا؟ زائد 5 اش توصل. راكم تشوفوا هنا كذلك باش تخلصوا، هنا عندكم جزيئه ماء وهنا عندكم 5 جزيئات ماء، معناها لازم تخلصوا من هذه، معناها واش نديروا؟ نحذفوها تولي عندك شنو؟ زائد 5 اش ناقص، وتولي هنا عندك شحال؟ زائد 4 معناها زائد 4 اش دوسو. هانا تخلصنا منها. هذه هي المعادلة الأولى. نتأكدوا منها، تحبوا تأكدوا تأكدوا. شوفوا هنا عندكم 5 هيدروجين ونزيدوا لهم هنايا 5 شحال ولاو؟ ولاو عفوا ونزيدوا لهم هنايا 6 ولاو 11. هنا عندك 3 والربعة في 2 شحال ولات؟ 8 8 و 3 شحال؟ 11. شحن ناقص 1 وناقص 4 ناقص 5، 5 في ناقص 1 هاي ورا هذه ناقصة ولاتكم عندناكم ناقص 5، هاي متوازنة المعادلة. هذه المعادلة رقم 1. نشوف المعادلة رقم 2، لأن واش عندك؟ نفس المعادلة ما تتغيرش، هذيك ام ان او 4 ناقص تولي عندك شنو؟ ام ان او 2. خلاص؟ هنا عندك الأكسجين ربعة، هنا عندك 2 واش نديرو؟ نضيفو 2 اش دوزو. خلاص؟ الهيدروجين هنا في المتفاعلات ما عندكش، بصح في النواتج عندك 2 في 2 ربعة، معناه واش نديرو؟ نديرو زائد 4 اش بلس، 4 اش بلس. دوك الآن نوازنو في الشحنة، في النواتج عندك صفر لأن هنايا ما كانش وهنايا ما كانش، بصح هنا عندك ناقص 1 وهنايا عندك زائد 4، معناها زائد 4 وناقص 1 ولات عندك زائد 3. باش نوازنوها مع النواتج لازم واش نضيفوا لها؟ نضيفوا لها الكترونات. شحال نضيفوا لها؟ نضيفوا لها 3 الكترونات، معناها ناقص 3 وزائد 3 صفر. أو نقولوا هنا هايلك ناقص 3 وناقص 1 ناقص 4 وزائد 4 صفر. الآن دوك لازم نرجعوها إلى الوسط، ماذا؟ إلى الوسط القاعدي، معناها نضيفوا نفس عدد ذرات البروتونات، نضيفوها أو أش ناقص في الطرفين في 2، 4 أو أش ناقص. خلاص؟ 4 أو أش بلس و 4 أو أش ناقص تساوي لك 4 أش دوزو. راكم معايا؟ هنا عندك 4 أش دوزو وهنا عندك 2 أش دوزو، نختزلوا 2 مع 2 تبقى لك شحال؟ 2، معناها نحذفوا الخدمة هذه. هذه كامل نحذفوها ونحو هنايا 2 اش 2 او ما نحتاجوهاش، نكتبوا زائد 4 اش ناقص وهنايا زائد 2 اش دوزو. هاي المعادله متوازنه، هذه المعادله رقم 2. دوك الان راكم تشوفوا باللي لازم نكتبوا المعادله الاجماليه، هنا عندكم 4 الكترونات وهنا 3 الكترونات، واش نديروا؟ نفس الشيء كما قبيل، المعادله الاولى نضربوها فاش؟ في ناقص أو في 3، نضربوها في 3 هكذا،
المعادلة الثانية نضربها فاش في 4، واش تولي عندنا؟ نهبطوا هذه منحتاجوها حتى من بعد تحتاجوها، خلاص دوك نجمعوا كل شيء او نكتبوا المعادلتين قبل نعاودوا نكتبوها. تولي عندك 3 عفوا 3 سي اش 3 سي اش 2 او اش زائد 3 في 5 15 او اش ناقص زائد خلاص المتفاعل في المعادله الاولى نشوفوا زائد 4 ام ان او 4 ناقص زائد 4 في 2 8 اش 2 زائد شحال 4 في 3 12 الكترون. خلاص روحوا للنواتج، تولي عندك 3 سي اش 3 سي او او ناقص زائد 4 ام ان او 2 3 في 4 اش 2 او تولي عندك زائد 12 اش 2 او عفوا زائد 3 في الكترونات تولي عندك 12 الكترون، وهنا عندك 4 في 4 زائد 16 او اش ناقص. خلاص دوك الان نجمع طرفا لطرف ونكتبوها كمعادله اجماليه. خلاص راكم تشوفوا هنا الان، تبعوا معايا، عندكم 12 الكترون مع 12 الكترون يختزلوا، او خلوني نكتبوا في البدايه نكتبوا هذا 3 سي اش 3 سي اش 2 او اش، معناها باش نحذفوها هذه هي خلاص كتبتها. زيد نكتبوا 4 ام ان او كات ناقص، معناها نزيدوا نحذفوا هذه. زيد عندكم 15 او اش ناقص، هاي وين راهي، وعندكم 16 او اش ناقص، معناها تظهر لي في الطرف الثاني، معناها تولي عندك او اش ناقص. زيد عندك هنا 8 اش دوزو وهنا عندك 12 اش دوزو، معناها 4 اش دوزو. خلاص خلاص نكتبوا النواتج وحدهم والمتفاعلات وحدهم، قلنا صاي دوك هذا. دوك الان نديروا السهم، خلاص نكتبوا الان واش بقات لك، بقات لنا 3 سي اش 3 سي او او ناقص، خلينا نكتبوا بالازرق، قلنا بالازرق، قلنا بالازرق، نكتبوا النواتج بالازرق، 3 سي اش 3 سي او او ناقص زائد ماذا؟ زائد 4 ام ان او 2. هاي المعادلة الإجمالية النهائية، المعادلة الإجمالية النهائية، وهذا يترسب، هذا يترسب. خلاص هذوما المعادلتين الإجمالتين في البداية، ولما نعايروا الفائض تبعوهم مليح، طولت في الفيديو بصح باش تفهموا كتابة المعادلات. الآن راح نشوفوا ماذا، راح نشوفوا ما هي الأدوات والمواد المستعملة كما تعودنا في العملية، لازم تكون عندك أدوات ومواد. الأدوات عندك دورق كروي ذو عنقين، معناها عندك دورق الكروي يكون بهذا الشكل، عنده عنق وعنده العنق مثلا، هكذا، هذا العنق الرئيسي، هذا العنق، وهذا عنق ثاني، وشنو يكون واحد كبير على واحد. عندنا مكثف، ومكثف هنا يكون ارتدادي، ارتدادي، ها هو مش مكتوب هنا، ارتدادي، مكثف ارتدادي. مسخن الدورق، حجر الخفان، لازم تعرفوا دور حجر الخفان، دور حجر الخفان وهو تنظيم الغليان، ينظم لك الغليان. انبوب بروم، انبوب بروم هذا راهو كيما تاع الابانه، الشكل تاعو هاك صغير وعنده صنبور، هذا نستعملوه من بعد في العنق الثاني، نركبوه هنا في العنق الثاني. ماصه مدرجه او ماصات، اجاصة ماصه باش ما نسحبوش بالفم تاعنا، ايرلين ماير، مخبار مدرج، ادوات الترشيح، واش معنى ادوات الترشيح؟ تحتر الفراغ
جهاز الترشيح تحت الفلاة اللي هو قمع بوخنر وحوجرة بوخنر. الآن طريقة فصل المستمعين شنو؟ هو الترشيح تحت الفلاة وميزان زجاجة الساعة فرن التجفيف إلى آخره. الأدوات أو المواد عندنا الكحول البنزيني هذه الكثافة تاعه ندو 2 ملتر وندو الأنواش 20 متر والكاواش الكامانوكات ندو 120 ملتر تركيزه 0.25 وندو الكحول الإيثيلي ماء مقطر والـ HCl. خلاص طريقة العمل نضع داخل دورق كروي ذو عنقين، هذا هو الدورق الكروي ها وراء ذو عنقي، نديره لداخل 2 ملتر من الكحول البنزيني نديره حوالي 2 ملتر، ثم نضيف ماذا؟ نضيف 20 متر منين؟ من الأنواش قاعدة، ونضيف حجر الخفان. حجر الخفان هذا قلنا حجر بركاني نستعمله بزاف في الغسيل، تلقوهم يستعملوه في الحمامات إلى آخره. يعني يتباع هذا الحجر، يتباع عن اللي بيعوا كما نقولوا أدوات التجميل إلى آخره، وتلقوه في الحمام، يتباع في الحمامات أو المرشات. نضع الدورق على جهاز التسخين ونركب المكثف الارتدادي. شفتوا غير قال لك مكثف ارتدادي، معناها ما نحتاجش الى التقطير، ما قالكش نستعمل مثلا دورق استقبال ولا لا، مكثف ارتدادي معناها المزيج يسخن يسخن يرتد هنا عن طريق هذو الكافات، يعاود يرتد الى الاسفل او الى الدورق الكروي باش يعاود يسخن الى ان تنتهي مدة التسخين. سخن الدورق حتى غليان هادئ، ثم اسكب قطرة قطرة من محلول كامانوكات، هذا هو انبوبروم، وعنده هنا يا صنبور نفتحه بلا عقل انبوبروم، ونحذره لانه علاش التفاعل ناشر للحرارة، لازم تعرفوا هذون البيانات، مسخن كهربائي، دورق كروي ذو عنقين، انبوبروم، مكثف ارتدادي، دخول الماء خروج الماء، وكاين الحامل، مسخن الدورق الى اخره. نواصل قراءة طريقة العمل. في حالة احنا كنا نفرغوا الكامانوكات غير نشوفوا تلون محتوى الدورق بالبنفسجي، نبدأ نضيف ماذا؟ الكامانوكات قطرة بقطرة حتى اختفاء اللون. خلاص بعد ذلك ننزع المكثف وننزع الدورق الكروي، ثم نبرد الدورق في حوض ماء جليدي، ونقوم بماذا؟ نفرغ المادة اللي تحصلنا عليها أو المزيج على جهاز الترشيح تحت الفراغ، نرشح، راح نشوفوا باللي تشكل لك هذه الطبقة البنية، هذه هي المنغنيز M1O2، هذه اللي ترسبت لنا. احنا ما نحتاجوش إلى هذه المادة، نحتاج إلى الرشاحة، نحتاج إلى الرشاح، هذه الرشاحة اللي راح نستعملها الآن. نأخذ بعد ذلك الرشاحة ونقوم بفصلها وتنقيتها. كيف يتم ذلك؟ راح نأخذ إيرلن ماير ونضع فيه ونضعه في حوض ماء جليدي، معناها نديرو حوض كأننا حمام بهذا الشكل، نديرو هكذا ونضع هذا الإيرلن داخله، وهنا نضع الجليد. علاش؟ باش يبرد لك هذا المزيج، هذيك الرشاحة تبرد لازم. بعد ذلك نفرغ داخله الرشاحة معايا، ونضيف قطرة قطرة من الـ HCl، ونقيس ماذا؟ نقيس الـ pH حتى يصبح الـ pH يساوي شحال؟ 1. في البداية الرشاحة نشوفوها على شكل سائل، كل ما نضيف قطرة من الـ HCl راح نشوفوا باللي بدات تتشكل لك باللورات بيضاء وتترسب لك في قاع هذا الأرلن. أركم معايا، هذيك هي باللورات، أو هذيك هي باللورات حمض البنزويك، وتكون على شكل باللورات بيضاء. بعد ذلك وش نديرو؟ نفصلوا هذيك البلورات عن طريق ماذا؟ باستعمال الترشيح تحت الفراغ. راح نعاود نستعملوا جهاز الترشيح تحت الفراغ للمرة الثانية. معناها هنا ما هو دور HCl؟ دور HCl وهو ماذا؟ تكوين او بلوره حمض البنزويك. في البدايه كانت الرشاحه سائله، بصح غير نضيف الـ HCl تبدا تتشكل لك باللورات، معناها دور HCl وهو بلوره حمض البنزويك. خلاص نقوم بعد ذلك بترشيح
هذه لأنها تكون على شكل مزيج، رشحها، كي رشحها نقوم بغسلها على جهاز الترشيح تحت الفراغ. جهاز ترشيح تحت الفراغ نعرفه باللي هو جهاز راح يهبط له كل الشوائب، لأنه هو يرشح بسرعة، وتكون هذه المادة الرشاحة اللي هي البلورات حمض بنزويك تكون شبه جافة. بعد ذلك واش نقومو؟ نضعها في فرن، هذه الرشاحة نضعها فاش في فرن المادة الصلبة البلورات، ثم نجففها عند درجة شحال 70 درجة، ثم نقوم بوزنها، ثم نقوم بوزنها، الوزن باش نعرفوا الكتلة تاعها. باش نعينوا درجة انصهار هذه البلورات على جهاز كوفلر، هذا هو جهاز كوفلر، ماهوش موجود عندنا احنا في المخابر، ربما كاين ثانوية موجود، احنا في الجامعة تعاملنا معه. راك تشوفوا فيه مسطرة، هذه هي من الصفر تدريجات، صفر كيما نقولوا صفر 10 20، بصح هنا كاين صفر 0.1 صفر 1 2 3 الى اخره، هذه الحراره تختلف منا حتى هنا. هذاك تشوفوا ذي المسطره نرجعوها للصفر ونديروا فيها كميه من ماده حمض البنزويك، ثم نبدا نسحب حتى نوصلوا درجه الانصهار، غير تتحرق لنا نعرفوا هذيك هي الدرجه نتاعها، معناها نمروا تجد على شكل مسطره، تحط الماده هنا ما نصهرتش، دنيها شويه ما نصهرش، دني 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 حتى توصل لدرجة الانصهار تاعها وتقيس وتقرا منها. خلاص كاين بزاف دوك تروحوا للجامعة تتلقاو مع هذا الجهاز وتعرفوا وتقيسوا به ان شاء الله. هكذا الان بعد ذلك النتائج التجريبية. في نهاية التجربة راح تتحصل على كتلة، بما اننا راح حصلنا، شوفوا الفرق بين بروم ايثيل، تحصلنا على حجم ثم حسبنا الكتلة التجريبية. الان لا، في حمض البنزويك تحصلنا على كتلة اللي هي البلورات وزناها في جهاز، احنا كي نتحصلوا عليها هنا، تبعوا معي هنا، هذه كي تحصلنا عليها نجفوها في جهاز او في فرن، بعد ذلك نضعها في زجاجة الساعة، هنا هذه هي البلورات، ثم نضعها على من؟ على الميزان ونقراو الكتلة نتاعها، نصفروا نديروا حنايا زجاجة الساعة، نصفروا الجهاز ثم نضع بلورات حمض البنزويك ثم نقوم بقراءة الكتلة. كي نقراو راح نلقاو باللي 1.94 غرام، هذه هي الكتلة التجريبية. كي نقيسوا درجة الانصهار على جهاز كوفلر نقراوها ب 124، هذه هي درجة الانصهار. الأسئلة المطلوب أو المطلوب في هذه التجربة، ما هو صنف الكحول المستعمل وعلل؟ ثانيا، خلال مرحلة التحضير ما هي المادة التي فصلت بالترشيح؟ كي كنا نشوفوا طريقة العمل وعرفنا على أي شكل يكون حمض البنزويك، كي قلنا عليها مقبل بنزويك وش يكون؟ بعدك نجاوب عليها. ما سبب تبلور حمض البنزويك عند إضافة الـ RCL؟ احنا في البداية وش كانت عندك؟ كانت عندك شاردة البنزوات اللي هي C6H5COO ناقص، كي ضفنا الـ RCL ولات شكلت لك C6H5COOH اللي هي حمض البنزويك، زيد ماذا؟ زيد CL ناقص. اكتب التفاعل، هاني تكلمت التفاعل خلاص. كيف يتم تنقية حمض البنزويك؟ علم، احسب الخطأ النسبي على درجة انصهار بلورات حمض البنزويك واحسب مردود التفاعل. اذا تبعوا معنا الان راح نجاوبوا سؤال بسؤال. الآن نشرح في الإجابة عن الأسئلة المطلوبة. في السؤال الأول طلب منا ما هو صنف الكحول المستعمل. احنا وش استعملنا؟ استعملنا الكحول البنزيني. لاحظوا باللي أن الكحول البنزيني صيغته من الشكل ماذا؟ كانت صيغته هي C6H5CH2OH. الكربون الوظيفي، هذا الكربون الوظيفي راه متصل بماذا؟ متصل بجذر واحد، جذر. إذن ما صنفه؟ هو كحول أولي. كذلك نعرف باللي أكسدة الكحولة الأولية وش تعطينا؟ أكسدتها وش تعطي لك؟ أحماض، أي حمض كربوكسيلي. إذن
الكحول الثانوي ما يعطيلكش كين اكسيد، يعطيلكش حمض كربوكسيلي. اما الكحول الاولي اكسدته تعطينا ماذا؟ تعطينا كحول اولي. اذا صنف الكحول المستعمل هو ماذا؟ هو كحول اول. التعليل نعلوه بطريقتين، لان الكربون الوظيفي متصل بجذر واحد فقط، كذلك أكسدت الكحولات الأولية تعطي ماذا؟ حمض كربوكسيلي. وإحنا كي أكسدنا أعطانا كحول أو حمض كربوكسيلي. الآن خلال مرحلة التحضير ما هي المادة التي فصلت بالترشيح؟ لو تتذكروا احنا كي درنا جهاز الترشيح تحت الفراغ، الرشاحة نزلت إلى الأسفل، وبقت لنا هذه المادة البنية اللي هي ماذا؟ هي ثاني أكسيد المنغنيز. المادة التي فصلت بالترشيح هي ثاني أكسيد المنغنيز اللي هي وشنو؟ NO2. هذه اللي ترسبت لنا، هذه اللي ترسبت وقمنا باستعمال أو قمنا بترشيحها. هذا السؤال الثاني، ما هو الشكل الذي يكون عليه ماذا؟ حمض البنزويك. يخي لاحظنا باللي حمض البنزويك يكون على شكل ماذا؟ على شكل شاردة البنزوات. شفناها قلنا ينتج ماذا؟ شاردة البنزوات، عفوا البنزوات هكذا. بعد ذلك السؤال اللي بعده، ما هو سبب تبلور ماذا؟ ما هو سبب تبلور حمض البنزويك عند إضافة الـ HCl؟ لاحظتوا باللي لما ارتبط شردة البنزوات مع البروتون تتشكل لك باللورات. كنا كل ما نضيفه، كان هنا عندنا الإيرلن عفوا ودرناها في حوض جليدي، كنا كل ما نديروا الـ HCl كانت هذه الرشاحة سائلة، تتشكل لك ماذا؟ باللورات. معناها باش تشكل باللورات كان بروتون نتاع الـ H بلس Cl، هذا البروتون يرتبط مع من؟ مع البنزوات اللي هي كانت سي او او ناقص، باش تولي عندك سي او اش، كانت سي 6 اش 5 سي او ناقص، كي تجيها الاش تولي عندك سي 6 اش 5 سي او اش، تتشكل لك باللورات. معناها سبب التبلور وهو الارتباط ماذا؟ الارتباط شاردة عفوا البنزوات بماذا؟ ببروتون، بروتون H بلس، وتتشكل على شكل بلورات وتعطي بلورات. خلاص بلورات منين؟ من حمض البنزويك اللي هو قليل الانحلال في الماء. الآن كتابة التفاعل، هاي اللي كانت عندنا بهذا الشكل COO ناقص، نزيدو لها HCl، واش تعطي لك؟ تولي عندك COOH زائد ماذا؟ زائد Cl ناقص. هذه هي حمض البنزويك وهذه الشاردة. خلاص؟ السؤال اللي بعده، تتم تنقية حمض البنزويك بماذا؟ يخي قمنا بغسلها، خي غسلناها قبل كي درنا مثلا شكلتنا، درنا عملية الترشيح، درنا جهاز الترشيح تحت الفراغ الشكل تاعو هكذا،
عفوا هكذا موصوله هنا بمضخه ساحبه الهواء. هنا كي درنا فرغنا هذيك البلورات تاع حمض البنزويك، بعد ذلك ترسبت لنا هنا البلورات وقمنا بغسلها باش بالماء، وبعد ذلك جففناها باستعمال فرن وقمنا بعد ذلك بوزنها. معناها تتم تنقية حمض البنزويك بماذا؟ بغسلها أيوة جيدا بماء جليدي، بغسلها جيدا بماء جليدي، ثم نقوم بترشيحها، بالترشيح تحت الفراخ، الفراخ، وتوضع البلورات قلنا على زجاجة الساعة وتجفيها، بعد ذلك ونقوم بتجفيفها. وين؟ في فرن. خلاص هذه هي كيفية تنقية حمض البنزويك. الآن السؤال اللي بعده وهو حساب مردود التفاعل. حساب قبل ما نحسب مردود التفاعل ربما واحد يقول لك عاود اكتب لي شيخ تفاعل، خلينا نكتبناه في البداية ما ضروش نعاوده. خلاص الآن حساب مردود التفاعل، أول شيء لازم نعرفه شنو، من هو المتفاعل المحيط بالنسبة للمتفاعلات. يا هل ترى هو الكامانوكات او هو الكحول، عفوا او الكحول البنزيني، يعني نعم الكحول البنزيني. اول شيء لازم نحسب عدد مولات لكل من الكامانوكات والكحول البنزيني. احنا واش عندنا؟ الكحول البنزيني عطالك شنو؟ عطالك حجم اللي هو في يساوي لك شحال؟ 120 مللتر. كي نحولوها الى لتر تولي لك 0.12 لتر. تركيزه شحال؟ 0.25 مول على اللتر. الآن نعرف بلي الآن واش يساوي لك سي في في، سي في في واش تساوي لك؟ تساوي لك 0.25 في واحد في 0.12، وهذه واش تساوي لك؟ 0.03 مول. هذه هي عدد مولات وشكون البرمنغانات. بنفس الشيء نحسب عدد مولات ماذا؟ الكحول البنزيني. احنا واش عندنا؟ عندنا رو، وش يساوي لك؟ يساوي لك ام على في، يستلزم لك انه ام يساوي لك رو في في، هذه ولا ماشي هكذا؟ وعندنا ام وش يساوي لك؟ يساوي لك الكتله على الكتله الموليه، وتساوي لك الكتلة تساوي لك رو في في على الكتلة المولية. واش تساوي لك؟ احنا عندنا الكتلة المولية نتاع هذا الكحول البنزيني تساوي لك شحال؟ 108 غرام على المول. اذا رو تاع الكحول البنزيني هي 1.04 في الحجم اللي هو 2 ملل. في البداية كانت في الجدول او في المواد موجوده اللي هي 2 متر، نقسمه على الكتله الموليه، هذه كي نحسبوها نلقوها 0.0 شحال؟ 19 مول. 0.019 مول. رانا نلاحظوا باللي هذه ان نتاع، نفرضوا باللي نتاع الكحول تاع الايه تاع سي 6 بين قوسين سي 6 اش 5 سي اش 2 او اش، وعندنا ان نتاع الكا ام ان او كات شحال عطاها لك؟ حسبناها 0.0 شحال؟ 0.3 مول. معناها ان هذه نسميها ان واحد وهذه ام اثنين، معناها ان واحد اقل من ان اثنين. اذا المتفاعل المحيط شكون هو؟ الكحول البنزيني اللي هو سي 6 اش 5 سي اش 2 او اش، هذا هو المتفاعل المحيط.
وهذا هو ينحسب به وشكون؟ نحسب به المردود. هذا هو ينحسب به المردود. خلاص؟ معناها الآن نحسب الكتلة النظرية. قبل ما نحسب الكتلة النظرية لازم نحسب الكتلة نتاع من؟ نتاع الكحول. احنا واش قلنا؟ احنا قلنا باللي عندك رو تساوي لك ام فاش في عفوا ام على في، يستلزم لك انه ام يساوي لك رو في في. واش تساوي لك؟ رو 1.04 في 2 كي نحسبوها نلقاوها باللي 2.8 غرام. هذه الكتله ما هذه ام بين قوسين نتاع من؟ نتاع الكحول اللي هو سي 6 اش 5 سي اش 2 او اش. شحال تساوي لنا؟ 2.08 غرام. ايوا دوك الان واش نحسبوا؟ نحسبوا الكتله النظريه لحمض البنزويك. حنا واش درنا؟ درنا كحول عفوا خلينا نحذف نعاود نحذف درنا كحول بنزيني حصلنا على من؟ حصلنا على حمض البنزويك اللي هي سي 6 اش 5 سي اش 2 او اش. واش يعطي لك؟ يعطيك سي 6 اش 5 سي او او اش. معناها واش معناها؟ معناها واحد مول. واش يعطي لك؟ واحد مول. حتى ونديرو في البداية كاين اللي يكتب لي التفاعل يقول لي شيخ 3 مول. نعم 3 مول تقابلك 3 مول، معناها تختزل 3 مع 3 تبقى لك 1 مول تقابلك 1 مول من الكحول البنزين. معناها الكتلة المولية اللي هي 108 غرام على المول هكذا. واش تقابلها لك؟ تقابلها لك 122. لازم تحسبوا لها الكتلة المولية نتاعها هذه، تلقاوها باللي هي 122 غرام على المول، غرام على المول. و 2.08 غرام شحال تقابلها لك؟ ام تيوري. هذه لازم تحسبوها. علاش؟ لان المردود احنا واش عندنا؟ عندنا ميمرا. واش يساوي لك؟ يساوي لك الكتله التجريبيه للكحول البنزيني عفوا لحمض البنزويك على الكتله النظريه تاع حمض البنزويك في 100. الكتله التجريبيه راه عندنا، واش تخص لك؟ تخص لك الكتله النظريه. معناها نديرو بهذه الطريقه، اذا تولي عندك ام تي. واش يساوي لك؟ يساوي لك 2.08 في 122 ونقسمها على 108. هذه كي تحسبوها راح تلقاوها 2.35 غرام. هذه هي ام تيوري. ها نحط حنايا ام تيوري، قلنا شحال تساوي؟ 2.35 غرام. وام براتيك شحال تساوي لنا؟ 1.94 غرام. اذا ميمرا واش تساوي لنا بالمئة؟ تساوي لك 2 او عفوا 1.94 نقسموها على 2.35 نضربوها في 100. هذه كي نحسبوها نلقاوها 82.55%. هذا هو مردود التفاعل. هذا هو مردود التفاعل. خلاص؟ دوك الان نشوفوا كيفاش نحسبوا الخطأ النسبي في درجة الانصهار. كاين قانون معروف هو الفا. واش يساوي لك؟ وهو درجة الحرارة تعمل التجريبية اللي وجدناها ناقص درجة الانصهار النظرية بالقيمة المطلقة على من؟ على درجة الانصهار النظرية. ما نضربهاش في 100. عندنا درجة الانصهار التجريبية لقيناها على ما أظن 124 ناقص، حنا عطيناها ماشي لقيناها باسكو ما عندناش الجهاز،
فرضناها باللي 124 ناقص 122 نقسمه على من؟ على 122 ونضربوها فاش؟ في 100. كي نحسبه لقوها 2.46%. هذا هو الخطأ النسبي في قياس درجة الانصهار. خلاص؟ عرفتوا كيفاش توازن المعادلة؟ عرفتوا كيفاش تعرفوا ما هي الأمور المهمة؟ ما هو دور حمض البنزويك؟ ملاحظة ما كتبتهاش، دور حجر الخفان وهو تنظيم الغليان، تنظيم الغليان. دور الـ RCL وهو بلورة حمض البنزويك. ما هي طريقة الفصل المستعملة هنا؟ وهو جهاز الترشيح تحت الفراغ. كل شيء واضح؟ كل شيء واضح. هذا هو العملي الثاني، ونفس الشيء راح نطرقه بالنسبة للعملي اللي هو الباراسيتامول. استناونا إلى هذيك الحصة إن شاء الله، غدوة راح تكونكم الحمد لله على الباراسيتامول أو بعد غد إذا كنا تعبانين، ما قدموها لكم غدوة إلى بعد غد. شكرا لكم على حسن الانتباه والإصغاء، ونتمنى هذا الدرس يكون واضح. إذا كان أي مشكل ما عليكم إلا التعليق أو الكتابة على الإيميل. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.